الفكره ديال الفيديو كليب ديال عنده الزين جات فاش سمعت الاغنيه اول مره، دونك غير سمعنا الاغنيه عنده الزين دونك جات هذيك الفكره باش نديروا العرس المغربي ماشي بالطقوس ديالو، بالاصاله ديالنا كمغاربه، شي حوايج اللي عاقلين عليهم حنا صغار. الا شفتوا في الفيديو كليب كاين بزاف ديال الافكار وبزاف ديال اللعيبه زوينين اللي كنا حضرنا لهم حنا صغار وملي تنكبروا بحال ما بقيناش تنعيشوهم. دونك انا كان الهدف هو نفكروا الناس في هذاك الشيء ونعيشوا عليهم بطريقه زوينه، وحيت النوستالجيا ديما تتبقى واحد ليموسيون زوينه اللي غير تنشوفوها تنفرحوا. دونك هذا هو الهدف من اللي كان من الفكره ديال الفيديو كليب ديال عنده الزين. والفيديو كليب تنسجم مع الاغنيه، يعني هما بجوج تيتكاملوا، ماشي زعما ماشي الاغنيه غاده في جهه والفيديو كليب غادي في جهه، لا بالعكس، هما كاين واحد الانسجام بيناتهم وواحد تيهز الاخر. سبحان الله العظيم طحتي عندنا بحال درهم الحلال، حنا طوموبيل نقار، ها هو عندنا واحد القيجه هنا، هنا قايبه، ها 3 كيلومتر. التحضير كان خدا واحد شهر ونص، واخا اسماء كانت وجدت الالبوم واحد العام قبل وكنا دوينا عليه وعاود دوينا وزعما كان في الاول كان واحد التخوف لن نمشيو لشي حوايج اللي يبانوا شويه تشيب، ما يكونوش زعما ما ينطبقوا، فوالا ما ينطبقوش، ما يكونش عندهم فالور. ولكن المده اللي خدا ديال التحضير خدينا وقتنا باش يكون داك الشيء مقاد ومزيان على حق وطريقه، ونحاولوا كل ديتاي نجمعوا ليه كاع لي زانغريديون باش 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 يطلع مزيان. دونك والتصوير كان في يومين، صورنا في يومين في واحد استوديو في بوسكوره، حيت الكيتون صورناه بوحدو خاوي من برا، والداخل كله صوبنا فو ديكور في ستوديو بالحيطي بالكليراج عنده الزين عنده الحمام دايرو في دارو. الموقف الطريف الكبير اللي تعرضت ليه ليكيب كامل هو كنتي تدخل تتحس براسك في العرس، وعرس زوين. علاش؟ حيت الاختيار الكاستينغ فريمون مشيت وعزلت واحد بواحد على لي بيرسوناج، حيت تحطوا لي بيرسوناج وتكتبوا بحال مول الابيض اللي لابس كوستوم بيض، وكاملين تنعرف واحد السيد في واحد العرس ديما تيكون لابس البيض، هذوك جوج مراوات اللي وحده فيهم تتاخذ اللي تتاخذ دجاجه، هذوك المراوات زعما كاين شي وحدين تيقول لك ولكن خطفه دجاجه كلشي شافها زوينه، غير هو اللي الميساج منا وهو مواتنا كاملين واحد النهار كانوا في شي عرس وخداو شويه الحلوى ولا خداو شي حاجه. علاش؟ حيت يبغيو يذوقونا منا، زعما الله يسمح لنا من الوالدين، ولكن تتشوف الام لاش تقدر تمشي اشنو تقدر دير على قبل ولادها. دونك الهدف هو كان هو ندوزو هذا الميساج بان الموات تيبغيو يذوقوا ولادهم وبناتهم اللي ما تيمشوش معاهم للعرس وسميتو من هذاك الشيء اللي تتاكل منه هي، بنيه زوينه بنيه صافيه، زعما هذا هو الهدف اللي كان منا باش ندوزو. دونك الطرائف كانوا زوينين، زعما هذا الشيء اللي تنظن بان راه الريزلتا بان في الكليب، فهمتي؟ زعما هذاك الاحساس اللي حسينا به حنا في التورناج راه بان في الكليب. اسماء زعما قبل ما تعمل معايا صديقه من وقت طويل، زعما تنتشافوا تنتعرفوا بيناتنا صداقه، تندوي وتتسمعني اغاني ديال الاجداد هذه السنين. كنت سمعت بزاف الاغاني ديالها، ولكن في عنده الزين حتى هي بان بان امير هو اللي غادي يقدر يدير هذا الكليب، يعني كان واحد الانرجي زوينه، يعني هي حسات بان اليوم تقدر نتعامل مع امير حيت هذه الاغنيه مغربيه وحيت معروف دابا وليت شويه معروف بهذيك اللمسه ديالي ديال تمغربيت ولكن مصوره بطريقه احترافيه وسميتو. دونك هي فاش دارت عنده الزين قالت الوحيد اللي نقدر نتعامل معاه هو، الوغ كو تنعرفوا اسماء زعما غنيه تتعرف مخرجين في بلدان اخرين وسميتو، ولكن الهدف كان عندها هو تمغربيت ودير شي حاجه مغربيه، والوحيد اللي تقدر تتعامل معاه هو انا. دونك